البارح بفضل فونداسيون ماروكان ليتيديون تحت لينا فرصه اننا نتلاقاو مع لي باران ديالنا اللي كاينين في المازين دوغافا. الحمد لله غنحاولوا نخدموا معاهم على البروجي بروفيسيونيل ديالنا كيفاش نصيبوا ليتر دو موتيفاسيون اي سي في. اي بالخصوص انا ايتيديون اون سيكام اني ادويير اون ايرونوتيك، غنحاول نخدم على كيفاش ندوز لي زونتروتيان بور ديكروشي مون برومي جوب اي كيفاش نصيب البروجي بروفيسيونيل ديالي. بعد ما كانت لا ستاسيون نور كنشوفها غير من التلفازه، اليوم تحت لينا الفرصه انه بفضل بطبيعه الحال في ايمازي نشوفوا لا ستاسيون اون رياليتي وندخلوا مع لي زانجينيور اللي كاينين تما شرحوا لينا بزاف كومون ديك لا ستاسيون سا فونكسيون. اليوم كانت عندنا لا فرصه انطلاقا من لا بارتنريا اللي كاينه ما بين لايف ام اي مازين اننا نزوروا لو سيج مازين ونزوروا حتى لا ستاسيون نور. كما سيغيني في هذه لا فيزيت هذه هي فاش تلاقينا مع ميسيو عبد الرزاق اللي كانت عنده واحد تكن هو هو كان عاش في واحد الظروف اللي هي بسيطه في ورزازات وكان بورسي وتحت الفرصه بانه يكون دابا ريسبونسابل في مازن. دونك حتى هنا كتكون كانت عليا الفكره بانني انني بورسي دو مازن وانني ولد ميلت انني نقدر حتى نخدم في لا ستاسيون نور اللي غادي تكون جاهزة في فوق 2021 في ميلت.